دلوقتي نزلت الناس للانتخابات بأعداد كبيرة، محاولات لتشكيك المصريين في بعضهم في بعض، ده اللي بيحصل في سيناء مش عارف ايه، وترسل روايات ملاش اي علاقة بالواقع. ومع ذلك الاعلام المصري لحد بعيد اقول 70% 80% نجح في انه ينقل للناس الصورة الحقيقية او الصورة الوطنية حسب كل بقى معانيها. يعني هل اقدر اقول الاعلام النهاردة بقى دوره افضل؟ هل النهاردة خلطة المهنية مع الوطنية، وانا شايف ان هما الاثنين مع بعض يعني ادت بينا لان ننجو من بعض المخاطر اللي كان ممكن ان احنا نقع فيها لو كان اعلام وطنية؟ انت هتبدا تسالني السؤال وهفضل ارجع لك نفس السؤال. اعظم 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 وطنية ان تكون حرفيا، اعظم وطنية ان تكون حرفيا. طيب انك خلص. تخدم الصورة. افرض انا رحت لجنة ولقيت فيها تزوير، عفوا هو ما حصلش، لازم اقول ابقى خاين للامانه. وافرض رحت اللجان وما لقيتش فيها تزوير، يعني جريمه ان تخفي الجريمه وجريمه ان تصم شيء جيد بينه جريمه، الاثنين واحد يا جماعه يا جماعه. مهنه الاعلام ليست مهنه التحريض، انها مهنه الضمير. أنت عين الناس، أنت لسان المجتمع، أنت صوت من لا صوت له، أنت جسر بين الحاكم والمحكوم، أنت جسر بين الآراء المختلفة، أنت وسيلة للتنوير، أنت وسيلة للسلم الاجتماعي، أنت وسيلة لنزع التطرف والعنف من داخل المجتمع، أنت وسيلة بناء وليست وسيلة هدم. تمام، ده فهمي، يمكن ده يبدو رومانسي بس ده فهمي.